طيب تعالوا نروح لخبر آخر، إنه أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حصر 283 قطعة أرض بالمحافظات لإقامة أسواق الجملة ونصف الجملة على هذه الأراضي. نعرف إيه التفاصيل لهذه يعني الأراضي؟ معايا الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا يا استاذه داليا، صباح الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها. صباح النور على حضرتك يا دكتور. ايه تفاصيل بقى فكره حصر ال 283 قطعه اراضي بالمحافظات؟ ايه هي المحافظات وحصرها بايه وهيتعمل عليها ايه؟ يعني هو الهدف الرئيس ان هو يتم توفير قطع اراضي لاقامه اسواق مطوره للجمله ونصف الجمله، وده لإتاحة معروض سلعي أكتر بالنسبة لأهلنا في المحافظات المصرية، بحيث أنه نقلل المنظومة اللوجستية أو الفجوة ما بين المستهلك النهائي والصناع أو فيما يتعلق بتجارة جملة الجملة. طبعا زي ما أكد مع الوزير اللي هو شعراء وزير التنمية المحلية، أن بالفعل الوزارة بتشتغل على قدم وساق يعني بخطة هادفة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن، ودولة رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزارة التنمية المحلية وتضم في عضويتها وزارات الأوقاف، الموارد المائية والري، التموين والتجارة الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة الهندسية. ده الهدف منها، أنه طلب من المحافظات أنها تتم توفير قطع أراضي بمساحات معينة لا تقل عن 1000 متر، وبالتالي تم جلب هذه الأراضي واللي هي غير مستغلة على مستوى المحافظات، وتحط مجموعة من المعايير يتم على أساسها اختيار قطع الأراضي وتصنيفها وفقا لعدد من الأولويات. كانت هناك 283 قطعة أرض على مستوى المحافظات لأسواق الجملة ونصف الجملة. يعني إيه الجملة ونصف الجملة يا دكتور؟ بمعنى يعني إيه؟ بمعنى إن حضرتك لو سوق جملة حضرتك تستطيع اي حد يشتري منها، ثم بعد ذلك يقوم باعاده البيع مره اخرى من خلال اسواق اقل، او نصف الجمله ان هو يروح يبيع بعد كده للمستهلك النهائي. فطبعا مواصفات كل سوق من الاسواق دي، 128 قطعه ارض كانت تخضع للولايات المحافظات في 21 محافظه، كمان 132 قطعه ارض منهم كمان تحت ولايه وزاره الموارد المائيه والري، دي موجودة في 17 محافظة، و23 قطعة أرض تحت ولاية الإصلاح الزراعي في نطاق 15 محافظة. دكتور ال 283 قطعة هيتم توزيعهم إزاي؟ وهل معنى إنه 283 قطعة يعني هيتم توزيعهم على 283 شخص؟ لا يا فندم، الأسواق دي مفروض قطعة أرض لا تقل عن 1000 متر، طبعًا أسواق الجملة لا تقل عن 2000 متر، 5000 متر. طبعا دي مفروض تكون موجودة في حيز عمراني وسط سكان تستطيع ان هي تخدمهم وتلبي احتياجاتهم. هنا احنا حضرتك بنقلل الفجوة ما بين الاسواق الجملة الكبيرة زي العبور وغيرها وغيرها، والاسواق والمستهلكين النهائيين اللي هو احنا. فطبعا اللجنة لما قعدت قسمت الاسواق بحيث تبقى الاولوية لعواصم المحافظات، ثم المدن الرئيسة، ثم المدن الفرعية. أسواق الجملة الدايمة ده بيتم إنشائها بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، دي ما بتقلش مساحتها عن 2000 متر. هيتم توزيعها ازاي؟ هل بالتأجير ولا بالشراء؟ لا يا فندم، دي قطع الأراضي دي هيتم تخصيصها وتنظيمها، ثم بعد ذلك تقام فيها الأسواق دي، وهناك إدارات متخصصة للأسواق في المحافظات المصرية بتتبع المحافظات، هي اللي بتقوم بالإشراف على ده، وده بيتم بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وكمان الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. طيب ماشي، أوكي يا دكتور، بشكر حضرتك. الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية.